بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا خلاص ايام وهيهل علينا فصل الخريف اللي متميز بانه بيبقى فيه تقلبات حاده وسريعه جدا، فيه كمان منخفض الموسم المنخفض الموسمي في السودان، هياثر علينا ازاي؟ هو طبعا احنا الحمد لله في استقرار تام في الاحوال الجويه اليوم وعلى مدار الايام المقبله. معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي بتؤدي لاعتدال الاجواء بشكل كبير. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، ويمكن تحديدا اليوم هنكون اعلى من المعدل بحوالي درجه في القاهره الكبرى، لان العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 34 درجه مئويه. طبعا مع وجود نسب رطوبه في الجو خاصه فتره الظهيره هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري السواحل الشماليه، اجواء شديده الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره. لكن مع غياب اشعه الشمس ودخولنا فترات الليل بيحصل تحسن كبير في درجات الحراره. يمكن كلنا بدانا نحس بالانخفاض في درجات الحراره في فترات الليل، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر اجواء معتدله تماما في معظم انحاء الجمهوريه. طبعا كمان في ارتفاع في نسب الرطوبه موجوده في الجو، يمكن ده بنلاحظه في تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى او تختفي مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا نقدر نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي والرؤيه الافقيه على اغلب الطرق بتبدا تتحسن. كمان اليوم مع نشاط نسبي للرياح في بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض الاماكن من القاهره الكبرى. هل الرياح دي مثيره للرمال والاتربه؟ لا، غير مثيره لاي رمال واتربه، فقط هتخلينا مع فترات المساء وساعات الليل تحسسنا باعتدال الاجواء بشكل كبير. الحمد لله الاحوال الجويه مستقره، ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه. حاله الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. متوقع من غدا الثلاثاء ان شاء الله ياثر علينا كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فبالتالي هيلطف الاجواء بشكل كبير ونحس بمزيد من التحسن في قيم درجات الحراره كمان فترات النهار. يعني احنا متوقعين من غدا ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه، فرص امطار على بعض المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. تدريجيا خلال الايام المقبله كمان هنبدا نلاحظ الفرق في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل. فصل الخريف ان شاء الله يبتدي رسميا 23 سبتمبر، يعني مطلع الاسبوع القادم. دايما احنا عارفين في الخريف على مدار فصل الخريف كله ان هو فصل الاعتدال بشكل كبير في درجات الحراره، لكن هو فصل انتقالي، يعني بينقلنا من حراره الصيف لبروده فصل الشتاء. فدايما النص الاول من فصل الخريف ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي هو هيتخلله بعض الايام بيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره، النص الثاني بياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي بيكون فيه معظم الايام فيها انخفاض في درجات الحراره. كمان طبعا بنتاثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، لو تزامن معه كمان منخفض في طبقات الجو العليا ده بيعمل على حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه خاصه على محافظات الصعيد او سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء. الخريف كمان يعتبر ان هو يعني موسم الامطار والسيول في المحافظات الجنوبيه نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء، وخلال هذا العام تحديدا نتيجه التغيرات المناخيه كميه الامطار وارد ان هي تكون اعلى من المعدلات الطبيعيه. فدايما مهم جدا ان احنا نخلي بالنا ونتابع النشرات الجويه، لان دايما الخريف كمان معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 34-25، اسكندرية 31-24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-21، دمياط 31-24، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 35-22، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 24، العريش 32-23، كاترين 31-15، طابة 32-25، حلايب 33-28، وشلاتين 36-26، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 38-27، الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 38-21، أسيوط 34-22، سوهاج 36-24، قنا 38-25، الأقصر 39-24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 26. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة وشازلين نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.